تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أبرز الأخبار في دقيقة. القوات العراقية تبدأ عملية تطهير آخر معاقل داعش في البلاد، تحديدا قضائي راوة والقائم. أمريكا ترحب ببيان إقليم كردستان حول إيقاف العمليات العسكرية وبدء الحوار. في لبنان احتجاجات في الضاحية الجنوبية ضد حزب الله على خلفية إزالة بعض المخالفات. في لبنان أيضا ولكن في موضوع مختلف، زيادة في المحاصيل الزراعية نتيجة تنشيط الزراعة المائية. وفي الصحة، دراسات تؤكد الراحة أكثر نفعا وسلامة على الإنسان من المضادات الحيوية. صحيا أيضا، أدوية تخثر الدم تحمي مرضى القلب من احتمالية الإصابة بأمراض الخرف. كونوا معنا دائما ضمن أبرز الأخبار في دقيقة.